الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. نتناول في هذا الدرس مسألة ونختم بها الحديث عن القراءات والقراء، وهي ما يتعلق بالقراءات السبعة، القراء السبعة والعشرة والأربعة عشر. قبل أن أبدأ في التعريف بالقراء السبعة والعشرة والأربعة عشر، أنبه على أن الكلام السابق الذي تكلمنا عنه في المسألة الأولى، وهي أشهر قراء القرآن الكريم من الصحابة ومن بعدهم، لم يتطرق إليه المؤلف في كتاب مباحث في علوم القرآن في مبحث القراء والقراءات، لكنه أشار إليه خاصة القراء من الصحابة في موضع آخر من الكتاب، عندما تكلم عن جمع القرآن بمعنى حفظه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر الشيخ مناع القطان في مباحث في علوم القرآن بعض المسائل أو بعض التعريف بقراء الصحابة، وتكلم عن حفاظ القرآن الكريم عندما تكلم في موضوع جمع القرآن وترتيبه عن جمع القرآن بمعنى حفظه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يحفظون القرآن، غير أننا قد فصلنا لكم أكثر في مسألة القراء في عهد الصحابة وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. الكلام الذي ذكرته في المسألة السابقة كان أكثره أو كله مأخوذا من كتاب محاضرات في علوم القرآن للدكتور غانم بن قدوري الحمد، وهذا الكتاب كتاب جيد، خاصة في مبحث القراء والقراءات تطرق إليها بشكل جيد ومفصل، وتتبع تاريخ القراءات منذ نزول القرآن إلى عهد القراء المشهورين، وتكلم عن مدارس القراءة، فيمكنكم الرجوع إلى هذا الكتاب، فهو محرر في هذه الموضوعات والمسائل. نختم بالحديث عن القراء السبعة والعشرة والأربعة عشر من خلال ما أورده مناع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن، ولن نطيل لأن المقصود هو التعريف بهم لا التفصيل. ففي المدخل الذي تكلم عنه بعد أن تحدث عن فوائد الاختلاف في القراءات، عرف بالقراء، فبدأ بالقراء السبعة المشهورين، فقال: والقراء السبعة المشهورون الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد وخصهم بالذكر لما اشتهروا به عنده من الضبط والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة واتفاق الآراء على الأخذ عنهم، هم: أولا أبو عمرو بن العلاء الذي يطلق عليه أو اشتهر بأبي العلاء أبي عمرو البصري، أبي عمرو بن العلاء البصري، أبو عمرو بن العلاء شيخ الرواه، وهو زيان بن العلاء ابن عمار المازني البصري، وقيل اسمه يحيى وقيل اسمه كنيته أبو عمرو، توفي بالكوفة سنة 54 و100. وكل قارئ من القراء السبعة له رواه، ويشتهر عنه أو يعرف في القراءة راويان لكل قارئ يسمون بالرواه، فاللذان رويا عن أبي عمرو هما الدوري والسوسي، الدوري عن أبي عمرو والسوسي عن أبي عمرو. فأما الدوري فهو أبو عمر حفص ابن عمر ابن عبد العزيز الدوري النحوي، والدور موضع ببغداد وينسب إليها الدوري، وقد توفي سنة 46 و200، 46 و200. الراوي الثاني السوسي هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله السوسي، توفي سنة 61 و200، فهذان الراويان عن الإمام أبي عمرو البصري. القارئ الثاني هو ابن كثير، وهو عبد الله ابن كثير المكي، فهو في مكة والأول في البصرة، وهو من التابعين، وتوفي بمكة سنة 120 من الهجرة، وبذلك يكون من أقدم الرواة السبعة أو أولهم في الزمان رحمه الله ورضي عنه. أيضا روى عنه القراءة راويان هما البزي وقنبل، فأما البزي فهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المؤذن المكي، ويكنى أبا الحسن،
توفي بمكة سنة 50 و200. والقارئ الثاني طبعا نلاحظ أن الرواة مثل الراوي توفي 250 وذاك 120، يعني واضح بأنه لم يلقه لكنه روى قراءته، روى القراءة فهو راوي لقراءة ابن كثير. أما قنبل فهو محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن خالد ابن سعيد المكي المخزومي، ويكنى أبا عمرو ويلقب قنبلاء، ويقال هم أهل البيت بمكة، ويعرفون بالقنابلة، وتوفي بمكة سنة 91 و200. هذا القارئ الثاني وراوية. أما القارئ الثالث فهو نافع المدني، نافع المدني هو أبو رويم نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي، أصله من أصفهان، وتوفي بالمدينة سنة 69 و100. له راويان أيضا أشهر رواته، قالون وورش. أما قالون فهو عيسى ابن منيا أو منيا بالمد والقصر المدني، معلم العربية، ويكنى أبا موسى، وقالون لقب له أيضا، ويروى أن نافعا لقبه به لجودة قراءته لأن قالون بلسان الروم جيد، وتوفي بالمدينة سنة 20 و200. هذا قالون عن نافع. أما ورش فهو عثمان بن سعيد المصري، ويكنى أبا سعيد، وورش لقب له لقب به فيما يقال لشدة بياضه، وتوفي بمصر سنة 97 و100. القارئ الرابع من القراء السبعة هو ابن عامر الشامي، وهو عبد الله بن عامر اليحصبي قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك، ويكنى أبا عمران، وهو من التابعين، وتوفي بدمشق سنة 18 و100، وعلى هذا يكون قبل ابن كثير، قبل ابن كثير، فهما متقاربان مع ابن كثير، فأقدم القراء ابن كثير وابن عامر. له راويان، الأول هشام والثاني ابن ذكوان. فأما هشام فهو هشام ابن عمار ابن نصير القاضي الدمشقي، ويكنى أبا الوليد، وتوفي سنة 45 و200. وأما القارئ الثاني وهو ابن ذكوان فهو عبد الله بن أحمد ابن بشير ابن ذكوان القرشي الدمشقي، ويكنى أبا عمرو، ولد سنة 73 و100 وتوفي بدمشق سنة 42 و200. القارئ الخامس، ننتقل الآن إلى القارئ الخامس. طبعا أربعة قراء: أبو عمرو البصري ابن كثير نافع المدني، ثم ابن عامر الدمشقي، ثم يأتي عاصم الكوفي. طبعا الكوفة فيها أكثر من قارئ. عاصم الكوفي وهو الذي نقرأ بقراءته عاصم ابن أبي النجود، ويقال له ابن بهدلة أبو بكر، وهو من التابعين، وتوفي بالكوفة سنة 28 و100. راوية شعبة وحفص، شعبة وحفص. فأما شعبة فهو أبو بكر شعبة ابن عياش ابن سالم الكوفي، وتوفي بالكوفة سنة 93 و100. وأما حفص فهو حفص بن سليمان ابن المغيرة البزاز الكوفي، ويكنى أبا عمرو، وكان ثقة، قال ابن معين هو أقرأ من أبي بكر. على كل حال كلاهما من القراء المشهورين، لكن هناك يعني تفاضل بين القراء في الإتقان والمكانة. قال ابن معين هو أقرأ من أبي بكر، توفي سنة 80 و180. فهذان راويان لعاصم. طبعا نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم كما هو معلوم. القارئ السادس هو حمزة الكوفي، حمزة ابن حبيب ابن عمارة الزيات الفرضي التيمي، يكنى أبا عمارة، وتوفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 56 و100. هذا القارئ حمزة الكوفي من القراء السبعة. له راويان خلف وخلات. فأما خلف فهو خلف ابن هشام البزار، ويكنى أبا محمد، توفي سنة 229. وأما خلات فهو خلاد بن خالد، ويقال ابن خليد الصيرفي الكوفي، ويكنى أبا عيسى، وتوفي بها سنة 20 و200 من الهجرة. القارئ السابع وبه نختم القراء السبعة الكسائي. الإمام الكسائي النحوي المعروف هو علي بن حمزة إمام النحاة الكوفيين، ويكنى أبا الحسن، وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء توفي رحمه الله برمبويه أو رمبوية، وهي قرية من قرى الري، حيث توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة 89 و100. له راويان أيضا هما أبو الحارث وحفص الدوري. فأما أبو الحارث فهو الليث بن خالد البغدادي، وتوفي سنة 240. وأما حفص الدوري فهو الراوي عن أبي عمرو
وقد سبق ذكره. الدوري فهو راو عن أبي عمرو وراو عن الكسائي. هناك القراء العشرة هم هؤلاء السبعة الذين سبق ذكرهم، ويضاف إليهم ثلاثة وهم أبو جعفر المدني، يزيد بن القعقاع، توفي بالمدينة سنة 28 من الهجرة، وراوياه ابن وردان وابن جماز. فأما ابن وردان فهو أبو الحارث عيسى بن وردان المدني، توفي بالمدينة سنة 160 تقريبا. وأما ابن جماز فهو ابن الربيع سليمان ابن مسلم ابن جماز المدني، توفي بها بعيد 70 و100. القارئ التاسع يعقوب البصري، وهو أبو محمد يعقوب ابن إسحاق ابن زيد الحضرمي، توفي بالبصرة سنة 500 من الهجرة، وله راويان رويس وروح. فأما رويس فهو أبو عبد الله محمد ابن المتوكل اللؤلؤي البصري، ورويس لقب له، توفي بالبصرة سنة 38 و200. وأما روح فهو أبو الحسن روح ابن عبد المؤمن البصري النحوي، توفي سنة 34 أو 35 و200. القارئ العاشر خلف، القارئ خلف العاشر يسمى خلف العاشر، وهو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي، توفي سنة 29 و200. وراوياه إسحاق وإدريس. فأما إسحاق فهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ابن عثمان الوراق المروزي ثم البغدادي، توفي سنة 86 و200. والراوي الثاني هو إدريس أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي، توفي يوم الأضحى سنة 92 و200. هؤلاء هم القراء العشرة، وقراءات العشرة قراءات صحيحة ثابتة لا إشكال فيها، تلقتها الأمة بالقبول. هناك أربع من القراء يزيدون على يعني يضيفونهم إلى وهم أشهر القراء بعد العشرة، وهي قراءات شاذة لكنها يعني في أعلى درجات القراءة بعد القراءات العشر، وهي قراءة الحسن البصري المشهور التابع المعروف الكبير المتوفى سنة 110، وقراءة محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن محيصن والمتوفى سنة 123، ولا تلاحظون أنهم متقدمون، وكان شيخا لأبي عمرو، وقراءة يحيى بن المبارك اليزيدي النحوي في من بغداد، وقد أخذ عن أبي عمرو وحمزة، وكان شيخا للدوري والسوسي، توفي سنة 220 تقريبا. قراءة أبي الفرج وهو القارئ الرابع عشر محمد بن أحمد الشنبوذي، توفي سنة 388 هجرية. وبهذا نكون قد انتهينا من التعريف بالقراء السبعة، والثلاثة المتممين للعشر للعشرة، ثم الأربعة المتممين للأربعة عشر. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طبعا هؤلاء الأئمة اشتهروا بالقراءة، وخاصة العشرة وخاصة السبعة، أصحاب القراءات السبع المشهورة الصحيحة المعروفة، وتلقت الأمة قراءتهم بالقبول، وصارت هي التي يقرأ بها إلى الآن. طبعا أشهر قراءة يقرأ بها إلى الآن هي رواية حفص، قراءة عاصم برواية حفص، وهي في بلاد المشرق وفي جزيرة العرب وما يحيط بها من الدول، والمشرق أيضا كلهم يقرؤون بهذه القراءة. وقراءة نافع يقرأ بها في المغرب، خاصة رواية ورش، وهناك بعض القراءات الأخرى لكنها قليلة. فأشهر القراءات الموجودة هي قراءة حاصم عاصم برواية حفص، حفص عن عاصم، وهي أكثر ما يقرأ به الآن في بلاد المسلمين. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.